فيما يخص التفويض لأعضاء المكتب الفيدرالي كثير أصبح يساهم باش نجيبوا التفويض وباش يمنح لك التفويض. الناس ولات تهدر حتى بالمليار فيما يخص هذه النقطة. التفويض أصبح الحلم الكبير للأعضاء الراغبين في التواجد ضمن القائمة. وسبق لأحد المسيرين السابقين هنا، يعني طلب منه أحد الأشخاص تفويض، فقال له مباشرة: أعطيني مليار نعطي لك التفويض الآن حاليا، دوك نمضي لك على التفويض. لذلك هذا التفويض يعني يمنع البعض، كما الشيخ مثلا الآن ما لقاش التفويض، لذلك حسب لم القانون يعني. حسب القانون. لو وجدت لا، أنا مثلا، لم يطلب مني بكل صراحة، لكن لو وجدت مثلا فريق يعني بدون أموال، ولا مثلا يعطيك تفويض، من الجميل جدا يعطيه لك تفويض وتروح لا يعني. لكن يبقى أنا المبررات، قالوا شيء قانوني لأنه عائق شوية. الرؤساء اللي تكلمت معاهم المبررات موضوعية يعني، موش لكن هذه تاع التفويض ولا يدير مليار الشيخ، هذه كأننا لا في يعني، هو فرصة لبعض، هو فرصة لبعض الرؤساء حتى يستغلون، يعني يعمروا الخزينة الخاصة، ماشي خزينة النادي، ويعمروا شوية جيوبهم، يعني يديروا أفير يطيح لهم هكذا في مثل هكذا ظروف. أوقات أو ظروف يعني تكون خاصة. لذلك يغتنمون الفرصة باستغلال يعني المنصب تاعو كرئيس أو كسكرتير في الفريق، من أجل إعطاء تفويض لأحد المترشحين الراغبين في التواجد ضمن القائمة. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.